السلام عليكم مشاهدي الكرام، حبابي الغزالين، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، كل عام وانتم بخير. اليوم الصراحة شاركت معكم واحد المسمن او الملوي بطريقة ديالي انا بالفرماج، يعني طريقة زوينة وكيجي تيشهي، يعني انتم كتشوفوا بعينيكم بان هو زوين، راه غير التصوير اللي ظالمو. نتمنى انه يعجبكم ويرقكم، يعني مسمن بالفرماج كيجي رائع، وممكن ديروا حتى الزعتر. الفيديو ما كنش نهضر فيه، ولكن طريقه باينه، نتمنى انها يعجبكم ويرقكم. انا الملوي ديالي ما كنديروش غليظ الصراحه. ها نتوما شوفوا كي داير، شوفوا اخوتي شوفوا كي داير غزال، ها نتوما مقرمش، ها نتوما شوفوا ها نتوما ها، وما فيش العجينه من الداخل، يعني ما فيش العجينه اللي بغى يصاوبوا لرمضان وسميتو، راه ها نتوما شوفوا شي حاجه اللي زوينه. كيتكل مع العسل، ديروه مع العسل ولا العسل والزبده او اللي بغيتو نتوما، وممكن تجمعوه، ما طيبوش بزاف، يعني ما طيبوش بزاف، ممكن تجمعوه وديروه في الثلاجه. نمشيو نشوفوا الطريقه ديال هذا الخير ديال ربي، نشوفوا الطريقه ديالو. نتمنى انها تعجبكم الطريقه، ما كنهضرش في الفيديو، ولكن تبعوا المراحل ديالي، راه غادي الا تبعتوا المراحل راه غادي تبان لكم الطريقه سهله، ما فيهاش حاجه كثيره. الطريقه العاديه ديال الملوي اللي كان لوي بحال هكا، ماشي ما كنعرفش ليها، ولكن انا هذه الطريقه لقيتها زوينه ومريحاني، نتمنى انها تعجبكم وترقكم. المهم تعطيك الكميه اللي بغيتي انت على حسب الناس اللي عندك، على بغيتي ديري طلبيه ديال الناس ممكن تصاوبيها. انا صاوبت عدد كبير، درت طلبيه، ولكن خليت ليا شويه لاننا اليوم صايمين. الله يتقبل منا صيامنا، وان شاء الله يا ربي نكون عند حسن ظنكم يا ربي. يا ربي تحياتي للجميع، وان شاء الله يلا بينا نشوفوا الفيديو ديال هاد الرغيف او كيف كيقولوا الضفال الاخرين. المهم حنا في المغرب كنقولوا الرغيف او المسمن، المهم انا هذا مسمن بطريقتي، حسبوه ملوي مسمن اللي بغيتو نتوما.